بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الدرس الخامس من مادة التشريع المدرسي، ويتعلق الأمر بالجزء الثاني من درس الأجرة والمخصص لدراسة الاقتطاعات. نبدأ أولا بأهداف الدرس. في نهاية هذا الدرس أرجو أن تكونوا قادرين أولا على حساب قسط التقاعد، ثانيا تعريف التأمين الإجباري عن المرض، وأخيرا حساب الضريبة على الدخل. أنواع الاقتطاعات التي تطال أجرة الموظف هي ثلاث: أولا التقاعد، ثانيا التأمين الإجباري عن المرض، وأخيرا الضريبة على الدخل. سنبدأ بالتقاعد. اقتطاع التقاعد يشكل 10% من مجموع الراتب الأساسي زائد تعويضات الإقامة حسب المنطقة جيم، أيا كانت المنطقة التي يشتغل فيها الموظف سواء كانت ألف باء أو جيم، فإن التعويضات التي تحتسب في اقتطاع التقاعد هي تعويضات الإقامة حسب المنطقة جيم. ثالثا التعويضات النظامية. إذا اقتطاع التقاعد يساوي 10% من الراتب الأساسي زائد تعويضات الإقامة حسب المنطقة جيم زائد التعويضات النظامية. من خلال هذا التطبيق أرجو أن نفهم طريقة أفضل اقتطاع التقاعد. لدينا دائما نفس الأستاذ المرتب في السلم 9 الرتبة 6 والرقم الاستدلالي 339 وأب للطفلين. نريد أو يطلب منا أن نحسب اقتطاع التقاعد الشهري لهذا الأستاذ. نعلم أن اقتطاع التقاعد الشهري يساوي الراتب الأساسي زائد تعويضات الإقامة حسب منطقة جيم زائد التعويضات النظامية مضروبة في 10%. لدينا الراتب الأساسي يساوي 1957 درهم فاصلة 49 حسب التطبيقات السابقة. تعويضات الإقامة حسب المنطقة جيم هي 10% من الراتب الأساسي أي 195.75، والتعويضات النظامية بما أنه ليس له تعويض عن التعطيل فيأخذ فقط تعويض عن التعليم زائد تعويض عن الأعباء اللي هي مجموعه 3149 درهم. إذا قمنا بتطبيق عددي فإن 10% من مجموع الراتب الأساسي زائد تعويض عن الإقامة حسب منطقة جيم زائد تعويضات الأساسية، إذا نحصل على 530 درهم فاصلة 22. إذا اقتطاع التقاعد الشهري هو 530 درهم فاصلة 22. فيما يخص التأمين الآن الإجباري عن المرض، فهذا التأمين الإجباري عن المرض يشرف عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يقوم من جانب بتسجيل المؤمنين بتنسيق مع التعاضديات من خيرات المشغلين، كذلك يقوم بتحصيل الشراكات الأجراء والمشغلين، يقوم بضمان التعويض اللاحق أو التحمل المباشر، كما يوقع الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات سواء كانت مستشفيات خاصة أو غيرها، كذلك يقوم بإعداد التقارير المالية المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا القيام بالمراقبة الطبية بتنسيق مع التعاضديات. الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يفوض تدبير العلاجات العادية للتعاضديات، وهناك 8 تعاضديات ما يهمنا منها هو التعاضدية العامة للتربية الوطنية. إذا فيما يخص التأمين الإجباري عن المرض فإنه يخضع لنظامين أساسيين. النظام الأول هو نظام التأمين الإجباري عن المرض، والذي هو قانون رقم 65/00، كما أن هناك نظام تكميل اختياري ينظمه ظهير 12 نوفمبر 1963. الهيئات المتدخلة في التأمين الإجباري عن المرض هي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي زائد 8 تعاضديات. التمويل يأتي من شراكات المشغلين والأجراء بنسب 2.5% لكل جهة، أي ما مجموعه 5% من الأجراء. فيما يخص نظام التكميل الاختياري فإن تمويله لا يدخل في هذه الشراكات التي تكلمنا عنها، بل هو شراك إضافي يصل سقفه إلى 600 درهم في السنة بما معدله 50 درهم في كل الشهر. الخدمات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، هناك فيما يخص الاستشفاءات فإنه يغطيها من 90% إلى 100% حسب الاستشفاءات. الأدوية المكلفة أو الأدوية المكلفة عفوا فإنه يغطيها 100% ويقوم بهذه العملية يقوم بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. فيما يخص العلاجات العادية فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد فوض تدبيرها إلى التعاضديات، ويتم تغطية هذه العلاجات العادية بنسبة الأدوية 70% من الثمن العمومي للدواء و80% بنسبة العلاجات
الأخرى. أما بالنسبة لنظام التكميل الاختياري فإن التعويضات هي التي تؤدي هذا التعويض الذي يصل إلى 16% بالنسبة للأدوية، 16% تضاف إلى 70% التي يؤديها صندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، وبالنسبة للعلاج الأخرى فإنها تصل إلى 20%. الآن فيما يخص الضريبة على الدخل اللي هو القطاع الثالث الذي يقتطع من أجرة الموظف، فهذه الضريبة على الدخل هو قدر من المال يقتطع شهريا من مداخل الموظفين والمستخدمين. وإذا كان للموظف دخل آخر غير الأجرة التي يأخذها من عند المؤسسة الإدارية التابعة لها، فإنه يجب أن يعلن عن ذلك الدخل إلى إدارة الضرائب المباشرة قبل فاتح مارس من كل سنة لكي يحتسب ضمن الضريبة على الدخل. ما يعفى من الضريبة على الدخل؟ الضريبة على الدخل يعفى منها مجموع من المداخيل. أولا جزء الدخل السنوي البالغ 30,000 درهم، بمعنى أنه مجموع الدخل السنوي للموظف 30,000 درهم الأولى لا تخضع للضريبة. كذلك هناك تعفى من الضريبة على الدخل التعويضات المصروفة لتغطية بعض المصاريف خلال مزاولة العمل، وتحتسب ب20% من مبلغ صافي الدخل على أن لا يتجاوز هذا الجزء 30,000 درهم. التعويضات والإسعافات العائلية أي تعفى أيضا هي من الضرائب. اقتطاعات من أجل التقاعد أيضا هي تعفى من الضرائب. هناك أشياء أخرى لكن هذه هي أهمها. الآن الضريبة على الدخل كيف نحسبها؟ يجب أولا أن نعرف ما هي النسب الواجبة للاقتطاع. بحسب هذا الجدول فإن الشطر السنوي الخاضع للضريبة إذا كان يتراوح من 0 إلى 30,000 درهم فهو معفى من الضريبة على الدخل. الجزء الذي فوق 30,000 درهم من 30,001 درهم إلى 50,000 درهم يؤدي عنه 10%، أي ما قيمته 2,000 درهم سنويا. من 50,001 إلى 60,000 درهم يؤدي 20%، أي ما قيمته 2,000 درهم. من 60,001 إلى 80,000 درهم يؤدي 30%، أي ما قيمته 6,000 درهم. من 80,001 إلى 180,000 درهم يؤدي 34%، أي ما قيمته 34 درهم سنويا، 34,000 درهم سنويا. ما فوق 180,000 درهم يؤدي عنده نسبة 38%، والقدر الواجب يتغير بحسب الدخل. لحساب الضريبة على الدخل نقوم بست عمليات. العملية الأولى حساب الدخل الأولي الخاضع للضريبة، ويتشكل من المرتب الأساسي زائد تعويض عن الإقامة زائد تعويضات النظامية أو التعويضات الأساسية. ثانيا العملية الثانية حساب الصوائر من أجل العمل، اللي هي تساوي أ ضرب 20%. أ هي المرتب الأساسي زائد تعويض عن الإقامة زائد التعويضات النظامية، ونسميها ب لسهل لتسهيل العملية. العملية الثالثة حساب مجموع المبلغ المعفى من الضريبة. إذن ما هو المبلغ المفهوم الضريبة؟ هو أولا حساب هو الصوائر من أجل العمل اللي هو ب، زائد الاقتطاعات التقاعد التعاضديات أو التأمين الإجباري عن المرض، فوائد القروض من أجل السكن، تأمين على الحياة. لا، هناك مجموعة أخرى ولكن هذه هي أهمها، فنحصل على سي. إذن سي هو المبلغ المعفي من الضريبة. العملية الرابعة حساب الدخل السنوي النهائي الخاطئ للضريبة، ونسميه بالدي. إذن فدي تساوي أ ناقص سي، لي أ هي الدخل الأولي ناقص المبلغ المعفى من الضريبة. ثم بعد ذلك نحسب الضريبة بالرجوع إلى جدول الضرائب الذي تكلمنا عنه بحسب الأشطر الموجودة لدينا. ثم بعد ذلك نقوم بخصم الإعفاءات عن الأطفال، وتكون الضريبة الحقيقية السنوية هي ER، على أساس أن ER تساوي E ناقص X ضرب 360 درهم، علما أن X هي أقل تساوي أو أقل من 6، X هي الزوجة زائد عدد الأطفال. شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة من الأعباء العائلية 2160 درهم. إذن هذه هي العملية الست التي نجريها من أجل حساب الضريبة على الدخل. سنقوم بعمل بتطبيق حتى يتبين لنا ذلك بطريقة أكثر وضوحا. إذن
مطلوب منا أن نحسب ضريبة على الدخل الشهري لأستاذ مرتب في السلم صعود رتبة 6، رقم استدلالي رقمه الاستدلالي 339، أب لطفلين، علما أن مجموع ما يؤديه للتغطية الصحية هو 278.24 درهم. إذا حسب التطبيقات الأربعة السابقة لدينا المرتب الأساسي يساوي 1957.49 درهم. التعويض عن الإقامة بالمنطقة التي هو موجود فيها بي هي 293.62 درهم، والتعويضات النظامية هي 3149 درهم. إذا العملية الأولى حساب الدخل الأولي الخاضع للضريبة أ، أن أ تساوي المرتب الأساسي زائد التعويض عن الإقامة زائد التعويضات النظامية، أي ما قدره 5400 درهم فاصلة 11 عفوا. العملية الثانية حساب السوائل من أجل عمل بي، بي تساوي أ ضرب 20%، أي 5400 درهم فاصلة 11 ضرب 20% تساوي 1080 درهم. جيد إلى حد الآن. إذا العملية الأولى حساب الدخل الأولي قلنا هو المرتب الأساسي زائد التعويض عن الإقامة زائد التعويضات النظامية اللي هو 5400 درهم، ثم بعد ذلك نقوم بحساب السوائل من أجل العمل اللي هي 20% من أ، أي من هذا الدخل الأولي، فتكون هي 1080 درهم. نمر الآن العملية الثالثة اللي هي حساب مجموع المبلغ المعفى من الضريبة سي. سي تساوي ب زائد الاقتطاعات تقع التعويضية فوائد القروض من أجل السكن تأمين الحياة. ليست عندنا معلومات حول فوائد القروض من أجل السكن وتأمين الحياة، إذا فسنقول بأن سي تساوي ب هي 1080 درهم فاصلة 0.2 زائد اقتطاع التقاعد 530 درهم فاصلة 22 زائد ما يؤدي للتغطية الصحية اللي هو 278.24 درهم. نحتسب أن فوائد القروضية صفر، هو بأن تأمين الحياة هو صفر. إذا مجموع المبلغ المعفى من الضريبة هو 1888 درهم فاصلة 48. التطبيق دائما في نفس التطبيق. العملية الرابعة حساب الدخل السنوي النهائي الخاضع للضريبة دي، وهو الدخل الأولي الخام مخصوم منه الصوائر والاقتطاعات، أي أ ناقص سي. إذا دي تساوي 5400 درهم فاصلة 11 ناقص 1888.48 تساوي 3511 درهم فاصلة 63. إذا بعد ذلك نمر إلى العملية الخامسة حساب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة إي. بالرجوع إلى جدول الضرائب نبدأ بحساب الشطر السنوي الخاضع للضريبة على الدخل اللي هو اذا 3511.63 مضروب في 12 كتساوي لنا 42139 درهم فاصلة 56. الشرط السنوي الخاضع للضريبة من 0 الى 30000 درهم هي 0. الحالة المدروسة عندنا اذا 30000 درهم سوف يؤدي عنها 0 درهم. بقي من هاد 30000 درهم حينما نطرحها من 42130.56 بقي 12130 درهم فاصلة 56، وهي تدخل في إطار الشرط ما بين 30000 واحد إلى 50000 درهم، يؤدي أنها 10% أي ما قيمته 2213 درهم فاصلة 96. القدر إي الواجب أداؤه سنويا هو 2213.96. العملية السادسة خصم الإعفاءات عن الأطفال والزوجة، وتكون الضريبة الحقيقية السنوية هي إي آغ، حيث إي آغ تساوي إي ناقص إكس ضرب 360 درهم. بما أن الموظف متزوج وله طفلان فإن إكس تساوي 3، إي آغ تساوي إذا 1213.96 ناقص 360 ضرب 3، أي ما قيمته 133 درهم فاصلة 96 على المستوى السنوي. الضريبة الحقيقية الشهرية هي 133 درهم فاصلة 99 مقسومة على عدد الأشهر اللي هو 12 كتساوي 11 درهم فاصلة 16. إذن الضريبة على الدخل التي سيؤديها هذا الأستاذ هي 11 درهم فاصلة 16 درهم. إذن بعد اعتماد التطبيقات الخمس السابقة حسب أجرة هذا الموظف، سبق أن رأينا أن الأجرة تساوي الراتب زائد التعويضات زائد الاقتطاعات. لدينا الراتب الشهري يساوي 2251.11، التعويضات تساوي 3549 درهم، ونعلم أن الاقتطاعات تساوي التقاعد زائد التأمين الإجباري على المرض زائد الضريبة على الدخل، أي 530 درهم فاصلة 22 زائد 278 درهم فاصلة 24 زائد 11 درهم فاصلة 16، أي ما قيمته 819 درهم فاصلة 62. إذا الأجرة تساوي 2251.11 زائد 3549 ناقص 813.62 أي 4980 درهم فاصلة 49
4980 درهم فاصلة 49 سنتيم. يمكن أيضا أن نحتسب الأجرة بطريقة آلية. لدينا الآن مثلا من أجل ذلك نمشي موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارات ونقوم بطلب مماثلة الأجرة. بين يدينا الآن شبكة لملئها، إذن نبدأ بها. احنا عندنا موظف تابع لوزارة التربية الوطنية، جيد، هو أستاذ، إذن بروفيسور، هو أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، بروفيسور لونسيمون سيكوندير كوليجيال، هو قلنا بأنه في السلم التاسع، فإذا هو من الدرجة الثالثة. قلنا بالنسبة للرتبة ديالو هي رتبة 6، ورقم الاستدلالي عنده هو 339. هو مقيم بمنطقة بي، سنختار الناظور مثلا. عدد الأطفال قلنا 2، هو متزوج، والتعاضدية التابعة لها هي MGN اللي هي تعاضدية رجال التعليم. طيب نطلب بعد ذلك أن يتم الحساب، فنحصل على جدول. إذا نفس الرقم الذي حصلنا عليه 4980 درهم فاصلة 49 درهم. إذا هنا ندخل المعلومات المتعلقة بالموظف، ثم بعد ذلك نحصل على الاقتطاعات ونحصل كذلك على أجرته الصافية التي يأخذها كل شهر. خلاصة الأجرة إذن هي مجموع ما يتقاضاه الموظف بشكل منتظم من راتب وتعويضات اعتبارا لإطاره ودرجه ورتبته. الأجرة إذن هي تساوي الراتب زائد التعويضات ناقص الاقتطاعات. الراتب يساوي الراتب الأساسي زائد التعويض عن الإقامة. التعويضات هي التعويضات الأساسية زائد التعويضات العائلية، والاقتطاعات هي التقاعد زائد التأمين الإجباري عن المرض زائد ضريبة عن الدخل. شكرا على متابعتكم، وموعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله.